من ضمن الاسئله، مين الاعلى في المرتب والمنصب، خدمه العملاء ام التيلر في البنك؟ الحقيقه انه ما فيش حاجه اسمها اعلى في المرتب، لانك لما بتيجي تشتغل في البنك يا ياسمين، لانك لما بتيجي تشتغل في البنك انت بتشتغل على كاتيجري، انت بتدخل على كاتيجري مصرفي، او النقل بتشتغل في البنك الاهلي تاخد 5000 جنيه، فده انت بتشتغل بيه سواء تيلر خدمه عملاء، تشتغل بيه اي حاجه من هذه الامور، فانت ده مرتبك، مفيش بقى ده اعلى وده اوطى. في بعض الحاجات بتبقى مطلوب منك تارجت، وده التارجت اللي انت بتحققه، ولو جبت تارجت اعلى ممكن تاخد بونص او تاخد حاجه، ولكن سيبك من ده او ده، انت بتبقى مطلوب منك الشغل والمرتب بتاعك واحد. طيب المنصب، خلي بالك اغلبيه البنوك دلوقتي بقت بتعمل نظام التدوير، بقيت انت ممكن تشتغل خدمه عملاء وبعدين تشتغل تيلر، وممكن بعد سنه مثلا او سنتين ترجع تاني تشتغل حاجه في الباك اوفيس، يعني هما دايما ولو حد غاب ممكن تدخل مكانه، لانه دايما بيقول لك مش عاوزين واحد شغال حاجه واحده بس، فدايما هتلاقي هذا الموضوع، وربنا يوفقك ان شاء الله. ونصيحتي ادخل حاجه انت بتحبها، وسيبك بقى موضوع المنصب والحاجات دي، هتيجي هتيجي.